لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله، عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنبتدي نشرح مع بعض المنهج الجديد، منهج كونكت برايمري 4 او الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول. كل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معانا الكونتنتس أو المحتوى. طبعا هو المنهج بيتكون من two themes أو من محورين. theme one وهو discover myself. discover myself يعني أكتشف نفسي. قبل أي حاجة طبعا بناخد let's remember أو دعنا نتذكر، وبنراجع فيه على الحاجات اللي أخدناها في السنين اللي فاتت. بعدين بنبتدي theme 1 discover myself اكتشف نفسي. هو بيتكون من 3 units أو من 3 وحدات. unit 1 I feel good. I feel good أو أنا أشعر أني بحال جيد، أن أنا كويس. I feel good يعني أنا أشعر أنني بحال جيد. unit 2 desert animals. desert animals أو حيوانات الصحراء. unit 3 why are plants green. why are plants green أو ليه النباتات لونها أخضر. بعدين بناخد review سريعة، وبناخد بعد كده non-fiction reader. non-fiction reader أو قصة غير خيالية، وهي اسمها where does chocolate come from. Where does chocolate come from أو من أين تأتي الشوكولاتة. بيكلمنا إزاي الشوكولات أو الشوكولاتة بيتم صنعها، بتيجي منين أصلا، من أول ما بتتزرع في شكل نبات لحد ما بتوصل لنا في شكل حلوة جميلة كلنا بنحبها. theme 2 أو المحور الثاني myself and others. myself and others يعني نفسي والآخرين، وبيتكون من 3 units أو من 3 وحدات برضو. unit 4 Where do you live? Where do you live? أو أين أنت تعيش؟ Unit 5 Where do you work? Where do you work? أو أين أنت تعمل؟ Unit 6 What do you do? What do you do? ماذا تفعل؟ بعدين Review 2 أو مراجعة رقم 2 على اللي أخدناه قبل كده، وفي project جميل أو مشروع جميل المفروض هنعمله في الآخر، هنعرفه في آخر المنهج. وآخر حاجة الريدر أو القصة الموجودة في theme 2 أو في المحور الثاني اسمها in the taxi with uncle Sammy. in the taxi with uncle Sammy أو أنا وأنا راكب التاكسي مع عمي سامي أو مع خالي سامي. أول حاجة unit 1 I feel good أو إنني أشعر بحال جيد، و lesson 1 فيها food and drink. food and drink الطعام والشراب، الحاجة اللي احنا بناكلها والحاجة اللي احنا بنشربها، او الفود اند درينك الطعام والشراب. وطبعا الكلمات الهامة في الجزء ده، اول حاجة يعني ايه كلمة فود؟ فود يعني طعام. درينك يعني شراب او مشروب. which يعني اي او ايهما. country يعني دولة. what else يعني ماذا أيضا. Egypt بلدنا الحبيبة مصر. farmers يعني فلاحون. things يعني أشياء. breakfast يعني الإفطار. bananas يعني موز. mangoes
مانجوز، مانجوز يعني مانجو. لانش، 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 لانش يعني الغداء. ريدي، 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 ريدي يعني مستعد أو جاهز. سبيشال، 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 سبيشال يعني خاص. سم، 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 سم يعني بعض. ريز، 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 ريز يعني يربي. توميتوز، 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 توميتوز يعني طماطم. بروديوس، بروديوس، بروديوس يعني ينتج. تيبل، 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 تيبل يعني منضدة، يعني ترابيزة. ميت، 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 ميت يعني لحمة. بوتيتوز، 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 بوتيتوز يعني بطاطس. واتر ميلون، واتر ميلون، واتر ميلون، واتر ميلون يعني بطيخ. delicious، 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 delicious يعني لذيذ. rice، 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 rice يعني أرز. milk، 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 milk يعني لبن. chicken، 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 chicken يعني دجاج. onion، 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 onion يعني بصل. many، 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 many يعني الكثير. meal، 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 meal يعني وجبة. dinner، 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 dinner يعني العشاء. eggs، 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 eggs يعني بيض. grapes، 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 grapes يعني عنب. sugar can، sugar can، sugar can، sugar can يعني قصب السكر. وهنا يا أصحابي هنبتدي نعرف حاجة جديدة مهم جدا ان احنا نكون عارفينها ونحفظها زي اسمنا مع الكلمات اللي فاتت، وهي اسمها الـ irregular verbs. الـ irregular verbs أو الأفعال الغير منتظمة، الأفعال الشاذة. ليه أفعال غير منتظمة أو أفعال شاذة؟ لأن هي المضارع بتاعها أو الـ present بتاعها شكله وصيغته مختلفة تماما عن الـ past أو عن الماضي بتاعها. احنا أخدنا في السنين اللي فاتت إن احنا لما بنيجي نجيب الـ verb ونقوله في المضارع أو في الـ present بيكون في المصدر، لما بنيجي نحطه في الماضي بنحط له دايما ed، او غالبا بنحط له ed علشان يبقى في الباست او في الماضي. دي اسمها الريجولار فيربس او الافعال المنتظمه الحاله العاديه. في حاجه بقى اسمها الريجولار فيربس، الريجولار فيربس او الافعال غير المنتظمه، الافعال الشاذه، ودي ليها قاعده خاصه لازم نحفظها زي ما هي في البريزنت او في المضارع، ونحفظها كمان في الباست أو في الماضي، لأن هي بيبقى ليها شكل في المضارع أو في البريزنت مختلف عن الشكل بتاعها في الباست أو في الماضي. أول فيرب معانا هو make. make يعني يصنع. لما أجي أجيبه في الباست أو في الماضي بقول made. made يعني صنع، صنع خلاص. eat، eat يعني يأكل. ate، ate يعني أكل. شوفوا الشكل بتاعه اختلف ازاي. keep، keep يعني يحتفظ، يحتفظ بيه. هنا هو كتبها مش بشكل صح، هي اسمها يحتفظ. kept، kept يعني احتفظ او احتفظ بيه. get، get يعني يحصل على. got، got يعني حصل على. think about، think about يعني يفكر فيه. thought about، thought about يعني فكر في. شفتوا ال present شكله مختلف ازاي عن ال past بالنسبة لل verbs دي او ال irregular verbs دي. في عندنا كمان grow، grow يعني ينمو او يعني يزرع.
طبعا في الماضي grow، grow يعني نمى أو يعني زرع. see، see يعني يرى. sow، sow يعني رأى. build، build يعني يبني. built، built يعني بنى. have، have يعني يملك أو يعني يتناول. had، had يعني ملك أو يعني تناول برضو. come from، come from يعني يأتي من. came from، came from يعني أتى من. الأفعال دي يا أصحابي مهم جدا نحفظها زي اسمنا في صيغة الـ present وفي صيغة الـ past، علشان هي لازم تتحفظ ونحفظها كده. في أفعال تانية كتير، دي أول مجموعة منها لازم نحفظها زي اسمنا مع الكلمات اللي فاتت. في عندنا كمان expressions and phrases. expressions يعني تعبيرات أو مصطلحات، phrases يعني جمل. بيورينا هنا بعض الجمل اللي ليها علاقة بـ lesson 1 طبعا، اللي هو food and drinks. أول حاجة make food. make food يعني يصنع طعام. looks delicious. looks delicious يعني يبدو لذيذ. produce many things. produce many things يعني ينتج الكثير من الأشياء. that's right. that's right يعني هذا صحيح. have a meal. have a meal يعني يتناول وجبة. keep and feed chicken. keep and feed chicken يعني يربي ويطعم الدجاج. grow rice. grow rice يعني يزرع أرز. raise chicken. raise chicken يعني يربي دجاج. yum. yum يعني لذيذ، تعبير طبعا بنقوله لما بنستمتع بطعم الأكل أو الطعام، نقول عليه يم أو يمي. let's eat. let's eat يعني هيا بنا نأكل. build houses. build houses يعني يبني منازل. grow healthier. grow healthier يعني يصبح أكثر صحة. وفي عندنا هنا ديالوج جميل قوي بين ماجد ومامته. ماجد ومامته بيتكلموا مع بعض عن الفود والدرينكس، وهنشوف هما بيقولوا ايه. مام الأم: lunch is ready. I made some special food for us. الأم بتقول: lunch is ready. الغداء جاهز. I made some special food for us. صنعت بعض الطعام الخاص لينا، بعض الطعام المميز لينا. ماجد: مام، it looks delicious. مام، it looks delicious. أمي: الطعام شكله لذيذ، إنه يبدو لذيذ. مام: which food يعني أي طعام comes from، بيجي من our country بلدنا. do you think في رأيك. which food comes from our country do you think. فهو بيقول لها، ماجد بيقول لها: I think we grow rice in Egypt. I think أنا أعتقد. we grow rice إحنا بنزرع أرز in Egypt في مصر. مام الأم بتقول: yes صح نعم. that's right هذا صحيح. what else what else وماذا أيضا. ماجد بيقول لها: هم دي يعني بيفكر. I think we raise chicken in Egypt. I think يعني أنا أعتقد. we raise chicken إحنا بنربي الدجاج in Egypt في مصر. الأم بترد عليه وبتقوله: yes and tomatoes and onions. نعم وكمان الطماطم والبصل. Egyptian farmers المزارعين أو الفلاحين المصريين produce. produce بينتجوا many things. many things أشياء كثيرة. you see أنت بتشوفها on this table على المنضدة دي على الترابيزة دي. let's eat. let's eat خلينا ناكل. فماجد بيقول: يم يم أو إنه لذيذ. فمرة تانية: mom lunch is ready. I have made
some special food for us. Maggid, Mom, it looks delicious. Mom, which food comes from our country, do you think? Maggid, I think we grow rice in Egypt. Mom, yes, that's right. What else? Maggid, hum, I think we raise chicken in Egypt. Mom, yes, and tomatoes and onions. Egyptian farmers produce many things you see on this table. Let's eat. Maggid, yum. طبعا عندنا بعض النوتس او الملاحظات المهمه قوي اللي لازم ناخدها في اعتبارنا واحنا بنذاكر الدرس ده. لما بنيجي نسال حد عن رايه او asking about opinion, opinion يعني راي, فبنقول له لما بنخيره بين لما بنساله عن حاجه من مجموعه من الحاجات فبنقول له which, which يعني اي او اي من, زي ما الام كانت بتقول له which food comes from our country do you think, do you think انت تعتقد اي الاطعمه ممكن يكون بيجي من بلدنا في رايك. فلما بنيجي نسال عن الاوبينيون او عن الراي بنقول which, which اي لما بنيجي نسال عن الراي في حاجه من مجموعه حاجات. لما هيجي حد بقى بي giving opinion, giving opinion او بيعطي راي بيقول رايه يعني, فبيقول I think, I think يعني أنا أعتقد, I think we grow rice in Egypt, أنا أعتقد إن إحنا بنزرع الأرز في مصر, I think we raise chicken in Egypt, أنا أعتقد إن إحنا بنربي الدجاج في مصر. ف I think أنا أعتقد بقولها لما باجي أقول my opinion أو في رأيي الحاجة اللي أنا بقولها دي في رأيي عاملة إزاي. طبعا لما بنيجي نوافق بقى على رأي agreeing on opinion, agreeing on opinion أو الموافقة على رأي, فبنقول yes في الأول الجملة, طبعا بنقول yes that's right, that's right هذا صحيح. ولما بنقول suggestion, suggestion أو اقتراح بنقول let's دعنا, وبعدين بنجيب الفيرب في المصدر زي ما قلنا في المصدر أو في البريزنت يعني, فبنقول let's eat دعنا نأكل, let's walk دعنا نمشي, let's read دعنا نقرأ. ف let's بمعنى دعنا, لما باجي اقول اقتراح اقول دعنا وبيجي بعد منها الفيرب في المصدر زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة طبعا مجموعة من الاسئلة والاجابات على ال lesson 1. اول حاجة بيقول لنا what other animals do farmers raise in Egypt, ايه الحيوانات التانية اللي بيربيها الفلاحين في مصر. What other animals do farmers raise in Egypt, فالإجابة طبعا بتقول they raise cows, cows الجاموس, buffaloes, buffaloes والأبقار, camels, camels والجمال, camels, camels والجمال, donkeys, donkeys والحمير. يبقى هم بيربوا الأبقار والجاموس والجمال والحمير. What foods do we produce in Egypt? What foods do we produce in Egypt? ما الأطعمة التي ننتجها في مصر؟ فبنقول we produce, إحنا بننتج vegetables, vegetables أو الخضروات like tomatoes and onions, زي أو مثل tomatoes الطماطم and onions والبصل. طبعا دي معلومات برضو خاصة بالدرس بتاع النهاردة. واخر حاجة هنعملها النهاردة ان احنا هنحل اكسرسايز جميل قوي على الكلام اللي اخدناه النهاردة. فبيقول لنا هنا underline the correct word in practice, خط تحت الاجابة الصحيحة من بين الاقواس. فاول حاجة بيقول لنا lunch is ready, الغداء جاهز. I made ولا I did ولا I raised some special food for us, المفروض بقى بنقول I made انا صنعت ولا I did ولا I raised some special food for us. شاطرين طبعا I made some special food for us, او انا صنعت بعض الطعام الخاص لينا. تاني حاجة mom the food looks ولا sees ولا reads delicious, احنا قلنا لما نقول يبدو لذيذ بنقول looks و
ولا سيز ولا ريدز ديليشس؟ شاطرين طبعا، لوكس ديليشس او يبدو لذيذ. طب تالت حاجة، which food comes from our country do you play ولا write ولا think؟ اي طعام بيجي من بلدنا، نقول play ولا write ولا think؟ شاطرين، لسه قايلين think او تعتقد. لما اجي اسأل حد عن الاوبينيون بتاعه بقول له do you think، انت تعتقد. طب هو بيقول لي I think we come ولا grow ولا find rice in Egypt، هنقول ايه بقى؟ بنزرع الارز في مصر، هنقول ايه؟ come ولا grow ولا find؟ شاطرين طبعا، I think we grow rice in Egypt، او انا اعتقد ان احنا بنزرع الارز في مصر. هم I think we raise، I think we raise، احنا اعتقد ان احنا بنربي rice ولا food ولا chicken in Egypt. شاطرين طبعا، chicken، احنا بنربي التشيكن في مصر او في الدجاج في مصر، مش هنقول طبعا رايس، احنا مش بنربي الرز ومش بنربي الفود كمان. اخر حاجة، Egyptian farmers او الفلاحين المصريين sit ولا feed ولا produce many things you see on this table let's eat، هنقول بقى sit ولا feed ولا produce؟ شاطرين طبعا، produce او بينتجوا many things on this table، many things you see on this table، هم بينتجوا حاجات كتيرة قوي موجودة على المنضدة دي. بكده نكون حلينا الاكسرسايز الجميل ده، انهينا معاه شرح درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس، ياريت نذاكر دروسنا اول باول على طول علشان ما يتراكمش علينا اي دروس. وفي الختام ما تنسوش تشاركوا الدرس مع اصحابكم علشان الكل يستفيد، وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في ديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات على الكل علشان يوصلك اشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا اول باول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والاعدادية والثانوية كمان ان شاء الله، عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لاي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية، افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 I feel good، I feel good او انا اشعر انني بخير. درس النهاردة يا اصحابي هو درس جميل قوي، وفي معلومات كتيرة قوي هتحبوها وهتستمتعوا بيها. لازم نكون مركزين مع بعض علشان الكلام اللي هنقوله هو كلام مهم ومحتاجين نفهمه قبل ما نحفظه. وهنشرح النهاردة lesson 2 science او العلوم، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة الـ definitions أو التعريفات. أول حاجة عايزين نعرفها يعني إيه كلمة pump. pump pump يعني يضخ. يعني إيه يضخ؟ يعني to move quickly from one place to another، إن إحنا نحرك حاجة بسرعة من one place، من مكان to another، لمكان تاني لمكان آخر. يبقى مرة تانية pump pump يعني يضخ، to move quickly ان هو يحرك بسرعة from one place to another. يعني ايه nose؟ nose او انف. this is in the center of the face، هي حاجة موجودة في منتصف الوجه اللي هي انفنا، يبقى nose. this is in the center of the face. lungs، lungs يعني الرئتين. we have two of these، احنا عندنا رئتين. they are inside the body، they are inside the body يعني هما بداخل الجسم.
يبقى lungs, lungs أو الرئتين. We have two of these. They are inside the body. Diaphragm. Diaphragm يعني الحجاب الحاجز. Diaphragm الحجاب الحاجز. This is a muscle under the lungs. هي عضلة موجودة أسفل الرئتين، تحت الرئتين عضلة كده جوه الجسم اسمها diaphragm. Diaphragm أو الحجاب الحاجز. يبقى مرة تانية diaphragm أو الحجاب الحاجز. This is a muscle under the lungs. Breathe. Breathe يعني يتنفس. To take in oxygen and give out carbon dioxide. يعني ان احنا ناخد الاكسجين ونخرج ثاني اكسيد الكربون. يبقى breathe. Breathe أو يتنفس. To take in oxygen and give out carbon dioxide. ثاني أكسيد الكربون. طبعا عندنا بعض الكلمات الهامة لازم نحفظها كويس قوي. أول حاجة large intestine. Large intestine يعني الأمعاء الغليظة. Large intestine الأمعاء الغليظة. Body. Body يعني جسم. When يعني عندما. Esophagus. Esophagus يعني المريء. Esophagus. Esophagus يعني المريء. Mouth. Mouth يعني الفم. Stomach. Stomach يعني المعدة. Liver. Liver يعني الكبد. Fats. Fats يعني الدهون. Take in. Take in يعني يمتص. Center. Center يعني مركز أو منتصف. Blood. Blood يعني دم. Carbon dioxide. Carbon dioxide يعني ثاني أكسيد الكربون. Air. Air. Air يعني هواء. Push. Push. Push يعني يدفع. Through. Through. Through يعني خلال. Plenty of. Plenty of. Plenty of يعني الكثير من. Small intestine. Small intestine. Small intestine يعني الأمعاء الدقيقة. Happen. Happen. Happen يعني يحدث. Salt. Salt. Salt يعني ملح. Remove. Remove. Remove يعني يزيل. Waste. Waste يعني فضلات. Teeth. Teeth يعني أسنان. Mix. Mix. Mix يعني يختلط. Liquid. Liquid. Liquid يعني سائل. Oxygen. Oxygen. Oxygen يعني الأكسجين. Face. Face. Face يعني وجه. Heart. Heart. Heart يعني قلب. Stay away from. Stay away from يعني يبقى بعيدا عن. Go down. Go down. Go down يعني ينخفض. Go into. Go into. Go into يعني يدخل. Pull into. Pull into. Pull into يعني يسحب داخل. Exercise. Exercise يعني يتمرن. Digestive system. Digestive system يعني الجهاز الهضمي. Nutrients. Nutrients. Nutrients يعني مواد غذائية. Digest. Digest. Digest يعني يهضم. Chew. Chew. Chew يعني يمضغ. Arrive. Arrive يعني يصل. Liquid. Liquid يعني سائل. Change. Change. Change يعني يغير. Energy. Energy. Energy يعني طاقة. Give out.
give out. give out يعني وزع. inside. inside. inside يعني داخل. push. push. push يعني يدفع. move up. move up. move up يعني يرفع لأعلى. muscle. muscle. muscle يعني عضلة. around. around. around يعني حول. smoke. smoke. smoke يعني دخان. put in. put in. put in يعني يضع في. وهنا بيعرفنا بعض المعلومات الخاصة بالdigestive system أو الجهاز الهضمي الخاص بينا. فبيقول لنا read and learn، اقرأ وتعلم. وطبعا الdigestive system أو الجهاز الهضمي أصحابنا اللي بيدرسوا باللغة العربية هياخدوه في العلوم، هو يعتبر في أوائل الدروس في العلوم. وأصدقائنا اللي بياخدوا الساينس أو باللغة الإنجليزية الساينس هيلاقوه برضو في أول المنهج. فده جزء مهم جدا لازم نعرفه مع بعض. الدايجستيف سيستم هو جزء مهم جدا لازم نركز فيه مع بعض، وهو موجود معانا كمان في الكونكت زي ما احنا شايفين كلنا. فبيقول لنا اول حاجه the esophagus goes from the mouth to the stomach. esophagus احنا عرفنا ان هو المريء. المريء هو اللي بيوصل من الماوث للستومك زي ما احنا شايفين قدامنا. يبقى the esophagus goes from the mouth to the stomach. المريء بينقل الطعام من الفم للمعدة، أو هو بيوصل من الفم إلى المعدة. When the food moves from the esophagus to the stomach, the liver takes out the fats. لما الطعام بيتنقل من المريء للمعدة، الكبد بتاعنا بياخد او الكبد بتاعنا بيخرج الدهون من الطعام، بياخد الدهون من الطعام. يبقى when the food moves from the esophagus to the stomach, the liver takes out the fats. Foods move from the stomach to the small intestine. الطعام بيتنقل من المعدة للأمعاء الدقيقة. Food moves from the stomach to the small intestine. بعد كده الطعام لما بيخرج من المعدة بيروح للsmall intestine أو للأمعاء الدقيقة. The large intestine is around the small intestine. الأمعاء الغليظة بقى الأمعاء الغليظة هي حوالين الأمعاء الدقيقة. It takes water and salt. هي بتاخد المية والملح. From food for the body. من الطعام للجسم. It removes waste. It removes waste. وبعدين بتزيل الفضلات، بتخرج الفضلات. The large intestine is around the small intestine. It takes water and salt from food for the body. It removes waste. يبقى احنا دلوقتي عرفنا رحلة الفود او الطعام من اول ما بيخش من الماوث ويبقى موجود في اللارج انتستن او الامعاء الغليظة. اول حاجة بيقول لك the esophagus او المريء goes from the mouth to the stomach، هو بيوصل من الفم للمعدة. When the food moves from the esophagus to the stomach, the liver takes out the fats. لما المريء لما الطعام بيتنقل من المريء للمعدة، الليفر بتاعنا أو الكبد بتاعنا بياخد الدهون. Food moves from the stomach to the small intestine. بعد كده الطعام بيتحرك من المعدة يروح للsmall intestine أو الأمعاء الغليظة. The large intestine is around the small intestine. الأمعاء الغليظة هي حوالين، لفة حوالين الأمعاء الدقيقة. It takes water and salt from food for the body. It removes waste.
وهنا بيوضح لنا الـ digestive system أو الجهاز الهضمي. mouth and mouth cavity، mouth and mouth cavity الفم وتجويف الفم. pharynx يعني البلعوم، pharynx، pharynx يعني البلعوم. esophagus، esophagus يعني المريء، وطبعا هو اللي بيوصل من الماوث أو الماوث cavity للستومك، من تجويف الفم للستومك أو المعدة. liver، liver الكبد. stomach، stomach المعدة. gallbladder، gallbladder دي المرارة، دي جزء برضو موجود في ال digestive system. pancreas، pancreas يعني البنكرياس طبعا. large intestine، large intestine دي الأمعاء الغليظة. small intestine، small intestine دي الأمعاء الدقيقة. rectum، rectum المستقيم، rectum المستقيم. anus، anus اللي هي فتحة الشرج اللي بيخرج منها الفضلات. anus، anus اللي هي فتحة الشرج. لازم طبعا نكون حافظين ال digestive system أو الجهاز الهضمي، وهو زي ما قلنا أصدقائنا اللي هياخدوا علوم بالعربي هيكون عندهم في أول المنهج، وأصدقائنا اللي هياخدوا science هياخدوه برضو في أول المنهج عندهم في المنهج السنة دي، وهو جزء من connect زي ما احنا شايفين قدامنا. المرة الجاية إن شاء الله هيكون في شرح كمان للجرامر والقواعد، مهمة جدا موجودة معانا في منهج connect. المرة دي احنا بناخد بس الجزء ده لانه هو جزء مهم، والمرة الجاية هيكون بقى في شرح للجرامر كمان ان شاء الله. هنا بيوضح لنا المراحل اللي بتحصل على الفود او الطعام اول ما يدخل جسمنا. اول حاجة بيقول لنا when we eat، when we eat عندما نأكل. we use our digestive system to digest what we eat and drink، احنا بنستخدم الجهاز الهضمي بتاعنا علشان نهضم اللي احنا اكلناه وشربناه. we put food in our mouth، احنا بنضع الطعام في افواهنا، في افواهنا. we chew food with our teeth، احنا بنمضغ الطعام باسناننا. then the food goes down to esophagus، بعد كده الطعام بيتحرك للأسفل للمريء. it arrives in the stomach، بعد كده بيصل إلى المعدة. in the stomach the food mixes with a special liquid، في المعدة الطعام بيختلط بسائل خاص. the liquid changes the food into energy and nutrients، the liquid changes the food into energy and nutrients. السائل الخاص ده بيحول الطعام لطاقة ولعناصر غذائية، لعناصر غذائية كمان. we need the energy and nutrients in our body، احنا بنحتاج طبعا الطاقة والعناصر الغذائية دي لجسمنا. how can we have a happy digestive system، ازاي يكون عندنا جهاز هضمي سعيد، الجهاز الهضمي بتاعنا ازاي يكون كويس وبصحة كويسة. اول حاجة الحاجات اللي هو بينصحنا بيها drink a lot of water، drink a lot of water اشرب مية كتير. eat a high fiber diet، eat a high fiber diet كل اطعمة فيها الياف كتير، الاطعمة اللي فيها الياف كتير مفيدة لجهازك الهضمي. minimize your intake of foods high in fat، قلل من الأطعمة اللي انت بتاكل فيها دهون كتير. follow a regular eating schedule، follow a regular eating schedule اتبع جدول منتظم للطعام، حط لنفسك جدول وامشي عليه. تاني حاجة هناخدها في درس النهاردة our respiratory system، our respiratory system أو جهازنا التنفسي. طبعا هنا بيعرفنا بعض المعلومات عن ال respiratory system أو الجهاز التنفسي بتاعنا. we use our respiratory system when we breathe، احنا بنستخدم الجهاز التنفسي بتاعنا لما بنتنفس. we need oxygen in our bodies، احنا بنحتاج الأكسجين
في أجسامنا. We breathe in air through our mouth and nose. احنا بنتنفس الهواء من خلال فمنا وأنفنا. Our diaphragm goes down. It pulls air into our lungs. عضلة الحجاب الحاجز اللي هي موجودة تحت الرئتين اللي احنا عرفنا عنها اسمها diaphragm. العضلة دي بتنزل لتحت فبتسحب الهواء داخل الرئتين. فهو بيقول لك our diaphragm goes down, it pulls air into our lungs. In the lungs, the oxygen from the air goes into our blood. في الرئتين الأكسجين بيتحرك ويدخل للدم بتاعنا، بيتنقل جوه الدم بتاعنا. لما بيخش الهواء جوه الرئتين، الرئتين بتروح حاطة الأكسجين ده على الدم بتاعنا وتخليه يروح بقى أجزاء الجسم المختلفة علشان نقدر نتنفس ونعيش. Our heart قلبنا pumps بيضخ this blood around our body. القلب بتاعنا بيضخ الدم ده في أنحاء جسمنا علشان خاطر تاخد الأكسجين اللي هي عايزاه. The diaphragm goes up. الحجاب الحاجز ده بقى العضلة دي بتتحرك مرة تانية لأعلى. It pushes air. هي بتدفع الهواء with carbon dioxide اللي محمل بثاني أكسيد الكربون out للخارج of our lungs خارج رئتينا. We breathe out. احنا كده بنتنفس مرة تانية بس بنخرج الهواء اللي فيه ثاني أكسيد الكربون. يبقى مرة تانية. We use our respiratory system when we breathe. We need oxygen in our bodies. We breathe in air through our mouth and nose. Our diaphragm goes down. It pulls air into our lungs. In the lungs, the oxygen from the air goes into our blood. Our heart pumps this blood around our body. The diaphragm goes up. It pushes air with carbon dioxide out of our lungs. We breathe out. وبيدينا بعض النصائح ازاي يكون عندنا happy وhealthy respiratory system، ازاي يكون عندنا جهاز تنفسي سعيد وصحي. How can we have a healthy respiratory system؟ اول حاجة بيقولك stay away from smoke. Stay away from smoke، ابتعد عن الدخان، خليك بعيد عن الدخان. Exercise. Exercise التمارين، اتمرن. Put plants in your house، ضع نباتات في منزلك. Drink plenty of water، drink plenty of water، تناول الكثير من المياه. كل الحاجات دي بتخليك يبقى عندك healthy respiratory system أو جهاز تنفسي صحي. ومعنا exercise جميل قوي هنحله مع بعض. بيقول لنا هنا underline the correct words in practice، ضع خط تحت الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. أول حاجة بيقول لنا I like eating ولا feeding ولا running rice. أنا بحب eating ولا feeding ولا running rice. شاطرين طبعا I like eating rice، أنا أحب إن أنا أكل أرز. Egypt is a سي ولا كانتري ولا درينك. ايجيبت مصر، هي سي ولا كانتري ولا درينك. شاطرين طبعا اذ ا كانتري، ايجيبت هي كانتري او بلد. بريكفاست از ماي فيفوريت سبورت ولا ميل ولا سبجكت. الفطار هو الفيفوريت او المفضل بالنسبه لي، هو سبورت ولا ميل ولا سبجكت. سبورت رياضة، ميل وجبة، سبجكت موضوع أو مادة. طبعا هي ميل، البريكفاست ميل، يبقى هو my favorite meal. I come out ولا in ولا from Egypt. أنا بأتي out ولا in ولا from Egypt. شاطرين I come in Egypt، أنا بأتي لمصر. Let's eat ولا ate ولا eating.
شاطرين طبعا، احنا عرفنا ان let's بيجي بعد منها الفيرب في المصدر، فبنقول let's eat زي ما هي. والمرة الجاية ان شاء الله هنبتدي ناخد الجرامر والقواعد الموجودة معانا في منهج كونكت، هيكون درس مهم جدا، لازم نكون جاهزين ومذاكرين ومتابعين مع بعض اول باول. بيقول لنا في نمبر 6 هنا the food in our mouth mix ولا flies ولا plays with a special liquid. الفود في فم في افواهنا بيختلط ولا بيطير ولا بيلعب with a special liquid مع سائل خاص. شاطرين طبعا mixes او بيختلط مع سائل خاص اللي هو اللعاب بتاعنا. We need the احنا بنحتاج glass ولا sand ولا energy and nutrients in our body. بنحتاج الزجاج ولا الرمال ولا الانرجي الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية in our body. شاطرين طبعا we need the energy احنا بنحتاج الطاقة في جسمنا. Food moves from the stomach to the big ولا small ولا large intestine. احنا عرفنا ان الفود اول ما بيخرج من الاستومك بيروح للبيج ولا السمول ولا اللارج انتستنت. شاطرين بيروح للسمول انتستنت او الامعاء الدقيقة. stay away from خليك بعيد عن سموك ولا اكسجين ولا نيوترينز. شاطرين طبعا السموك اللي هو بيضر جهازك التنفسي، يبقى خليك بعيد عن السموك او stay away from smoke. our heart pumps قلبنا بيضخ fats دهون ولا food طعام ولا blood دم around our body. شاطرين طبعا بي pumps ال A blood أو الدماء around our body أو حول جسمنا في أنحاء جسمنا. we eat ولا breathe ولا chew through our mouth or nose. إحنا بنأكل ولا بنتنفس ولا بننضغ من خلال فمنا وأنفنا. شاطرين طبعا we breathe او احنا بنتنفس through our mouth or nose من خلال فمنا وانفنا مع بعض. واخر حاجة the diaphragm الحجاب الحاجز pulls بيسحب plants ولا food ولا air into our lungs. بيسحب ايه بقى النباتات ولا الطعام ولا الهواء للرئتين بتوعنا. شاطرين طبعا air into our lungs او الهواء لداخل الرئتين بتوعنا. بكده نكون خلصنا درس النهاردة وحلينا الاكسرسايز الجميل ده. زي ما قلت المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي ناخد الجرامر والقواعد، وهيكون درس مهم جدا. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة. لو عجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 I feel good. I feel good او انا اشعر بانني بخير. والنهاردة هنشرح مع بعض lesson 3 health problems
health problems أو المشاكل الصحية، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت هنشرح جزء من الجرامر المهم جدا لينا في منهج كونكت 4 أو الصف الرابع الابتدائي. وأول حاجة هناخدها النهاردة هناخد جزء كل حلقة مع شرح الدروس بتاعتنا. النهاردة هناخد مراجعة سريعة على present simple أو زمن المضارع البسيط. طبعا هو بيتكون من أول حاجة ال subject أو الضمير اللي هو he و she و it أو I و we و you و they. في حالة he و she و it، ودايما he و she و it بيكون ليهم حالة خاصة في كل ال verbs أو كل الأفعال. أول حاجة بيجي بعد منهم ال verb أو الفعل، بنحط بعد منه s أو es. بنحط ال es في حالة واحدة بس، لو ال verb بينتهي بحرف ال o أو ال x أو ال ss أو ال s أو ال ch أو ال sh. لو ما بينتهيش بحرف من الحروف دي بنحط له حرف ال s، وهنا بنعبر عن زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط يا أصحابي بنتكلم فيه عن حاجة بتحصل كل يوم، حاجة بتحصل بشكل عادي، حاجة بتحصل بشكل مستمر كل يوم، كل ساعة، كل سنة، كل أسبوع، كل شهر، أو مثلا عن حقيقة علمية، حاجة مؤكد حدوثها، زي مثلا إن الشمس بتطلع كل يوم، زي مثلا إن درجة حرارة المية 100 درجة مئوية، وهكذا. فالمضارع البسيط أو الـ present simple هو زمن بنعبر بيه عن حاجة بتحصل بشكل مستمر كل يوم، كل ساعة، كل أسبوع، كل شهر. وزي ما قلنا أول حاجة بيكون السبجكت أو الضمير، لو عندنا هي أو شي أو إت، الفيرب اللي بيجي بعد منهم بيجي بإس أو بإي إس. زي ما قلنا الإي إس ليها الحالة بتاعتها، بتيجي مع الأفعال اللي بتنتهي بحرف من الحروف دي. وزي ما شايفين قدامنا في بعض الأمثلة، هي هيلبس، هيلب طبعا ما بينتهيش بأي حرف من الحروف دي فحطينا إس على طول. he helps his parents، يبقى هو دايما بيساعد بابا ومامته بشكل معتاد كل وقت. she helps her parents، هي بتساعد باباها ومامتها على طول. it sleeps a lot، it sleeps a lot. it طبعا دي ضمير هو او هي الغير العاقل، لو بنتكلم عن dog او عن cat او عن جماد مثلا زي car chair building، فهنا it sleeps يبقى بنتكلم عن حيوان، بنتكلم مثلا عن الكلب او القطة. a lot يبقى هو او هي الغير العاقل بينام كتير، يبقى هو بالمعتاد بتاعه او في العادي بتاعه على طول يعني بينام كتير. علي او سالي climbs a rock، علي او سالي طبعا بيتسلقوا الصخرة. ده في حالة هي وشي وات. طب لو بقيت الضماير I و we و you و they، دي طبعا بيجي بعد منهم الفيرب زي ما هو في المصدر، وبالتالي ما بيحصلش اي تغيير في شكل الفعل وفي شكل الجملة. زي مثلا لما اجي اقول I help my parents، انا بساعد بابايا ومامتي. we help our parents، احنا بنساعد بابانا ومامتنا. they help their parents، هم بيساعدوا باباهم ومامتهم. you get up early، you get up early، انت بتستيقظ مبكرا، يبقى انت في المعتاد بتاعك بتصحى مبكرا. طيب في النيجاتيف او في النفي بيحصل ايه؟ مع he و she و it بنحط doesn't، doesn't للنفي. يبقى he doesn't وبيجي بعد منها الفيرب في المصدر go، خلاص هنا مش هنحط لا اس ولا اي اس. طب لو ما كانش doesn't دي موجودة وقلنا هو بيروح المدرسة كل يوم، يبقى هنحط هنا اس ولا اي اس بعد جو؟ شاطرين، هنحط اي اس لان جو بتنتهي ب او فهنحط لها اي اس، يبقى هي جوز تو سكول، هو دايما بيروح المدرسه. طب لو عايز اقول ان هو ما بيروحش المدرسه بقول ايه؟ هي doesn't go to school، هنا جبنا جو في المصدر لان احنا قلنا doesn't للنفي، ف doesn't بيجي بعد منها الفيرب في المصدر زي ما قلنا من شويه. طب لو مع اي و وي و يو و زي بنحط don't، don't للنفي برضو، فبنقول مثلا you don't help me، انت ما بتساعدنيش. دي طبعا quick revision على المضارع البسيط. لو عايزين ترجعوا للشرح بتاعها اكتر هتلاقوه موجود في منهج سنة تالتة شرحينه بالتفصيل.
واخر حاجة لما بنيجي نعمل question في زمن المضارع البسيط او ال present simple بنجيب does في حالة he و she و it، بنجيب does في اول الجملة، وفي حالة I و we و you و they بنجيب do. فمثلا لو عندنا الضمير او ال subject he او she او it بنجيب does في اول الجملة ونقول does he او she او it، وبعدين نكمل السؤال عادي. فمثلا لو عايز اقول لك هل هو بيلعب تمارين رياضية، فبقول لك does he do exercises، وطبعا ما ننساش ان does لما بتيجي في اول الجملة او do بيجي بعد كده الفيرب في المصدر، فاحنا قلنا هنا do، يبقى does he do exercises، هل هو بيلعب تمرينات، فطبعا هنا دي معناها هل. الاجابة بتاعت السؤال ده بتكون yes or no. لو هو yes، لو هو بيلعب فبقول لك yes he does، لو هو ما بيلعبش بقول لك no he doesn't. اما في حالة I و we و you و they بنقول do في اول الجملة، اجيب بعد كده ال subject، فبقول لك مثلا do you buy a present، هل انت بتشتري هدية، do you buy a present، وجبنا هنا buy في المصدر زي ما قلنا زي ما هي من غير اي اضافات، لان do او does لما بيجوا في اول الجملة بيجي بعد منهم الفيرب في المصدر، فلو انت بتشتري هدية فهتقول لي yes I do، لو انت ما بتشتريش هتقول لي no I don't. المرة الجاية ان شاء الله هنكمل وهناخد مراجعة سريعة على الجرامر اللي اخدناه قبل كده علشان ما ننساش اي حاجة، لان ده مهم جدا معانا السنة دي، وهنكمل كمان في شرح المنهج الجديد. زي ما قلنا هنبتدي النهاردة نشرح lesson 3 health problems. health problems او المشاكل الصحية. عندنا اول حاجة الكلمات الهامة، فاول حاجة play football، play football يلعب كرة القدم، play basketball، play basketball يلعب كرة السلة، drink water، drink water يشرب مياه، exercise، exercise يتمرن، healthy، healthy صحي، eat vegetables، eat vegetables يأكل خضروات، unhealthy، unhealthy غير صحي بقى، دي العادات اللي خدناها فوق دي العادات الصحية، الحاجات بقى الغير صحية أو الـ unhealthy، drink cola يشرب الكولا، drink cola، eat candy، eat candy يأكل الحلوى، play video games، play video games يلعب ألعاب الفيديو. الـ health problems أو المشكلات الصحية زي burn، burn حرق، لو لا قدر الله حد إيده اتحرقت مثلا ده اسمه burn، burn يعني حرق، cough، cough يعني يكح، cough، cough يعني يكح. في عندنا كمان sprain، sprain يعني يصاب بالتواء، لو مثلا رجله اتلوت ولا حاجة ده اسمه sprain، sprain يصاب بالتواء، gloves، gloves قفازات، gloves، gloves قفازات، first aid kit، first aid kit أدوات الإسعافات الأولية اللي هي الشنطة اللي فيها أدوات الإسعافات الأولية دي اسمها first aid kit، scrap، scrap خدش أو خربوش، لما حد بيحصل له خدش في جلده أو يتخربش ده اسمه scrap، scrap خدش أو خربوش، band-aid، band-aid، band-aid لزقة للجروح اللي هي دي band-aid، nose bleed، nose bleed نزيف من الأنف اللي هو لو لا قدر الله حد أنفه نزل الدم ده اسمه nose bleed، nose bleed، nose bleed نزيف من الأنف، pinch nose، pinch nose، pinch nose يعني يضغط على الأنف لما عشان يوقفوا بقى النزيف ده بيعملوا كده pinch nose، pinch nose يضغط على الأنف. في عندنا verbs مهم جدا لازم نعرفها زي hurt، hurt، hurt يعني يؤذي أو يؤلم، hold، hold، hold يعني يثبت يبقي في وضع ما، twist، twist، twist يعني يلف، cut، cut، cut يعني يجرح، put on، put on، put on يعني يرتدي يضع، hit،
هات هات يعني يضرب، ريدو 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 يعني يعيد عمل يجدد، بريس 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 يعني يضغط. وفي عندنا كمان other words أو كلمات أخرى زي scientist 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 يعني عالم، burger 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 يعني sandwich burger، back 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 يعني ظهر، joints 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 يعني مفاصل. والdefinitions أو التعريفات اللي عندنا طبعا اللي هي السبرين، اللي هي السبرين سبرين يعني يصاب بالتواء، سبرين اللي هو to twist one of the body joints ان انت تلوي او تلف مفصل من مفاصل الجسم، to twist one of the body joints. عندنا كمان grammar في الجزء ده. اول حاجة بنستخدم and بمعنى و لربط بين جملتين اسميتين او صفتين، فand دايما بيكون الجملتين دول فيهم نفس الفكرة او نفس المعنى. I play tennis and basketball، يبقى انا بلعب التنس and و الباسكتبول، انا بلعب اللعبتين او رياضتين دول. I like fruit and vegetables، انا بحب الفروتس وكمان الفيجيتابلز. لكن بنستخدم but او لكن يعني للربط بين جملتين او صفتين بينهما تناقض، بينهم تناقض، الجملة مثبتة وجملة منفية، أو مثلا في جملة فيهم فيها إثبات والجملة التانية عكسها فيها نفي. فمثلا زي ما أجي أقولك I don't eat candy، أنا بأكلش الحلوة، but I like fruit، لكن أنا بحب الفاكهة. I don't eat candy but I like fruit. وممكن كمان أقولك The desert الصحراء is very interesting، هي شيقة جدا، but it is very hot، لكن هي حر جدا. هنا الجملتين في بينهم تناقض، هي شيقة جدا انا بحبها، بس very hot هنا انا بخايف منها او ما بحبهاش لانها حر جدا. The desert is very interesting but it's very hot. فعرفنا ازاي بنستخدم and و but للربط بين جملتين او صفتين. كمان بنتعلم هنا الهيلثي هابتس او العادات الصحية والانهيلثي هابتس او العادات غير الصحية. الهيلثي هابتس they drink water، drink water او نحن نشرب مية، eat fruit، eat fruit نحن نأكل فواكه، play football and tennis، play football and tennis نحن نلعب كرة القدم والتنس. الانهيلثي هابتس، الانهيلثي هابتس او العادات غير الصحية زي drink cola، eat candy، play video games. بنتعلم كمان ازاي بنتعامل مع الهيلث بروبلمز او المشاكل الصحية، زي مثلا لما حد يبقى عنده حرق في ايده، you have a burn on your hand، انت عندك حرق في ايدك، you have a burn on your hand. فبيقولك في الحالة دي لا قدر الله تعمل ايه، hold the hand under cold water for 10 minutes، حط ايدك ثبتها تحت المية الساقعة، تحت الماء البارد لمدة 10 دقايق. hold the hand under cold water for 10 minutes، you have a burn on your hand، hold the hand under cold water for 10 minutes. في الحالة التانية لو حد بيكح بنعمل ايه، your cousin بنت عمك cannot breathe، مش قادرة تتنفس، she is coughing، she is coughing هي بتكح. Your cousin cannot breathe، she is coughing. فانت بتقول لها بتقول بتعمل ايه في الحالة دي، hit her on the back، اضربها على ظهرها، was your hand open، وبإيدك وهي مفتوحة، hit her on the back with your hand open، تخبطها على ظهرها بالراحة كده بإيدك وهي مفتوحة. يبقى Your cousin cannot breathe، she is coughing، hit her on the back with your hand open. طب في الحالة التالتة بيقولك Your brother sprained his food، أخوك لوى رجله، رجل أخوك أصيبت بالتواء.
Your brother sprained his foot. أخوك حصل له التواء في رجله أو في قدمه. Press a bag of ice on his foot. ضع كيس من التلج واضغطه على قدمه. Press a bag of ice on his foot. ضع كيس من التلج واضغط عليه على قدمه. يبقى your brother sprained his foot. Press a bag of ice on his foot. طب الحالة اللي بعد كده بيقول لك someone falls over and cut their leg. واحد وقع، شخص وقع وحصل له خدش في رجله. Someone falls over and cuts their leg. فبتقول له ايه في الحالة دي؟ بتقول له wash the scrap، اغسل الجرح، اغسل الخدش، اغسل الخدش with water and soap، بالماء والصابون. Wash the scrap with water and soap. يبقى someone falls over and cut their leg. Wash the scrap with water and soap. ممكن كمان تقول له بعد كده put on a band-aid. Put on a band-aid، حط اللزقة بتاعت الجروح على الجرح أو على السكراب اللي حصل لك في رجلك. Put on a band-aid. Put on a band-aid، ضع لزقة بتاعت الجروح. طب آخر حاجة someone has a nose bleed، واحد عنده نزيف في أنفه. Someone has a nose bleed. فأنت بتقول له إيه؟ Pinch their nose، اضغط على أنفه. Pinch their nose، اضغط على أنفه. وبعدين ask them to breathe through their mouth، اطلب منه ان هو يتنفس من خلال فمه. Ask them to breathe through their mouth. يبقى مرة تانية someone has a nose bleed. Pinch their nose. Ask them to breathe through their mouth. طبعا عندنا نص استماع المفروض نسمعه في الكلاس روم ومفروض كمان نقوله بعد كده، بس احنا النهاردة هنقوله مع بعض ونشوف هو بيقول ايه، وبعدين انت تعرف تحل الاسئلة اللي بعد كده. ادم ودارين وجودي. ادم ودارين وجودي. ادم بيقول I play basketball and I play football in the park. انا بلعب الباسكتبول كرة السلة والفوتبول كرة القدم في المتنزه. دارين بتقول I love burgers، انا بحب السندوتشات البرجر. But I only eat one a week، لكن انا باكلها مرة واحدة في الاسبوع. I never drink cola، انا ما بشربش كولا ابدا. But I want to drink more water، لكن انا بأريد ان انا اشرب مياه اكتر. اخر حاجة جودي بتقول لنا I don't eat candy، انا ما باكلش الكاندي. But I like fruit، لكن انا بحب الفروت. Dad is a scientist، بابا هو عالم. And he likes looking at animals، هو بيحب يشوف الحيوانات. And plants، والنباتات. The desert is very interesting place، الصحراء هي مكان شيق جدا. But it's very hot sometimes، لكن هي حر جدا في بعض الأحيان. طبعا عندنا هنا 3 pictures أو 3 صور، المفروض ان احنا نسمع النص ده وبعدين نحط الاسم بتاع كل واحد تحت الصورة المناسبة. ده طبعا الهوم وورك بتاعكو. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. انا سايب لكم اللينكس بتاعتنا في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو اول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة
وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله، عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري فور، الصف الرابع الابتدائي، ترم 1 الترم الاول. والنهاردة بنكمل مع بعض شرح يونت 1 I feel good. هنخلص النهارده شرح يونت 1 لاخر يونت 1، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا قبل كده احنا بناخد مراجعة سريعة على الجرامر اللي خدناه في السنين اللي فاتت، وبعدين بنبتدي نشرح الدرس الجديد. طبعا احنا خدنا قبل كده يعني ايه have. have يعني يملك، وبتيجي كمان بمعنى يتناول. يتناول يعني ياكل، يعني ياخد اكله وياكله. فهاف بتيجي بمعنى يتناول. امتى بتيجي بمعنى يتناول؟ لما بنستخدمها مع الاطعمه والمشروبات. طبعا هاف زي ما احنا عارفين قبل كده بتكون مع الضمائر اي ووي وذي ويو. اي هاف، وي هاف، ذي هاف، يو هاف. طبعا لكن زي ما احنا عارفين he وشي وات بيكون ليهم معاملة خاصة. have بتتحول كده وبيكون اسمها has، وبرضو بنفس المعنى بتكون بمعنى يملك، ولما بتيجي مع الطعام والشراب بيكون معناها يتناول. فلما اجي اقولك ان انا بأكل فلافل على الفطار بتاعي بقولك I have falafel for breakfast. I have falafel for breakfast، يعني انا بفطر بفلافل او بطعمية النهاردة. We have tea، احنا بنتناول الشاي. We have tea، احنا بنتناول الشاي. وزي ما قلنا he و she و it have بتكون معاهم اسمها has، فبنقول she has noodles for lunch، هي هتتناول النودلز على العشاء. احنا عارفين النودلز. He has milk، هو بيتناول الحليب. تاني حاجة عايزين نفتكرها النهاردة مع بعض الـ past simple tense أو زمن الماضي البسيط. طبعا هو ببساطة جدا اسمه ماضي، فبيعبر عن حاجة حدثت ابتدت وانتهت في الماضي. فلما اجي اقول الـ past simple tense يعني انا بتكلم على حاجة حصلت وانتهت في الماضي. وباختصار شديد وببساطة شديدة اللي بيحصل كله ان احنا بنحط الفيرب وبنحطه في نهايته ed، فده بيخلي الفيرب في الماضي، وبالتالي الحاجة اللي انا بقول ان هي حصلت بيكون حصلت في الماضي. فبيقول لنا هنا we form the past simple tense with the subject and the main verb. احنا بنكون ال past simple tense او الزمن بتاع الماضي البسيط بالsubject او الضمير مع الverbs بتاعتنا اللي احنا عارفينها. طبعا في الافيرماتيف او في صيغه الاثبات بنستخدمها وبنحط في الاخر ed زي ما اتفقنا. زي ما اجي اقول لك مثلا I visited the bazaar، انا زرت البازار. I visited، visit يعني يزور، visited يعني زار. I visited the bazaar يعني انا زرت البازار. We baked a delicious cake، we baked يعني احنا خبزنا، bake يخبز، baked خبزة. A delicious cake، كيك لذيذ. دي كانت حالة الأفيرماتيف في الـ past simple tense، وإن شاء الله نكمل مراجعات على الجرامر في الحلقات اللي جاية. نبتدي نشرح مع بعض درس النهاردة. طبعا النهاردة هناخد lesson 4 وبعدين نكمل لحد آخر unit 1 زي ما قلنا. فـ lesson 4 أول حاجة فيها الـ part 1 فيها أو الجزء الأول اسمه listening and reading، استمع واقرا. طبعا انا هقرا الكلمات دي وانتوا هتستمعوها وبعدين تعملوا pause
او توقفوا الفيديو وتقروها لوحدكم، لان مهم جدا ان احنا يبقى عندنا السكيل او المهارة بتاعت الريدنج زي ما قلنا في الحلقات اللي فاتت كلها. فاول حاجة كلمة تي، تي يعني شاي، تي تي يعني شاي. هاني، هاني يعني عسل، هاني هاني يعني عسل. اوتس، اوتس يعني شوفان، اوتس اوتس يعني شوفان. ingredients، ingredients يعني مكونات او مقادير. لما باجي اعمل طبخة من الطبخات او وصفة من الوصفات بيكون ليها ingredients او مقادير، مكونات، دي اسمها ingredients، ingredients او مكونات او مقادير. cookies، cookies كعك محلى، الكعك. cookies، cookies كعك محلى. flap jack، flap jack يعني فطيرة الشوفان، نوع من انواع الفطاير اسمه flap jack او فطيرة الشوفان. apartment، apartment، apartment يعني شقة سكنية، apartment. لازم طبعا نحفظ لازم طبعا نحفظ الwords دي او الكلمات دي. طبعا في عندنا كلمات تانية لازم نعرفها. plate، plate، plate يعني طبق مسطح، طبق مش غويط، طبق مفرود، ده اسمه plate، plate يعني طبق مسطح. Egyptian، Egyptian يعني مصري. British، British يعني بريطاني. bake، bake يعني يخبز. recipe، recipe يعني وصفة للطهي، وصفة الطهي دي اسمها recipe. dessert، dessert يعني حلوة، dessert. next time، next time يعني المرة القادمة، المرة الجاية، next time. pan، pan يعني مقلاة اللي هي طاسة القلي، pan. over low heat، over low heat يعني على حرارة منخفضة، نكون موطين الحرارة، موطين العين بتاعت البوتاجاز، ده اسمه over low heat. square، square يعني مربع، square. excited، excited يعني متحمس، يعني منفعل، excited. طبعا في عندنا زي ما قلنا قبل كده regular verbs او افعال منتظمة، والregular verbs او افعال غير منتظمة، افعال شاذة، ولازم نحفظ التصريفات بتاعة الافعال علشان خاطر ما نغلطش واحنا بنكتب اي جملة، وده بالذات مع الregular verbs او الافعال غير المنتظمة، لان بيكون الباست بتاعها او الماضي بتاعها ليه صيغة مختلفة عن البريزنت او المضارع بتاعها، لكن الregular verbs او الافعال المنتظمة بيكون الباست بتاعها دايما بيتكون بايدي، ابقى نحط لها ايدي لما بتيجي في الماضي. فعلشان كده حتى لو احنا مش حافظين التصريف بتاعها، حافظين البريزنت بس، نقدر نكونها في الباست زي ما احنا عارفين كلنا. اول حاجة عندنا طبعا some verbs او بعض الافعال النهاردة. اول حاجة regular verbs او الافعال المنتظمة. melt، melt يعني يذوب، هنحط لها ايدي هتبقى melted، melted يعني ذاب. طبعا ده بالنسبة للايس مثلا، التلج لما بيدوب ده بنقول عليه melt او بيدوب، melted يعني ذاب. add، add يعني يضيف، added، added يعني اضافة. slice، slice يعني قطع لشرائح، sliced، sliced يعني قطع الى شرائح. repaint، repaint يعني يعيد الدهان. repainted، repainted يعني اعاد الدهان، اعاد الدهان الحاجة. reclean، reclean يعني يعيد النظافة. recleaned، recleaned يعني اعاد النظافة او اعاد التنظيف. irregular verbs او الافعال غير منتظمة في present مثلا عندنا feel، feel يعني يشعر، مش هينفع نحط لها اي دي لان ده irregular verb او فعل غير منتظم، ففي الباست اسمها felt، felt يعني شعرة يعني احس. say، say يعني يقول، في الباست اسمها said، said يعني قال. وطبعا زي ما قلنا لازم نحفظها كويس علشان ما ينفعش ان احنا ما
بنكونش حافظينها. عندنا طبعا في تعبيرات او اصطلاحات هامة جدا، وهي خاصة بحروف الجر او prepositions. talk together، talk together يعني يتحدثوا مع بعض. say goodbye، say goodbye يعني يقول وداعا الى اللقاء. a bit word، a bit word يعني الان قليلا، الان شوية. taste good، taste good يعني له مذاق جيد. have some tea، have some tea يعني يتناول بعض الشاي. try a little، try a little يعني نجرب القليل من. what a great idea، what a great idea يعني يا لها من فكرة رائعة. what a great idea. slice into small squares، سلايس احنا عرفنا ان هي بمعنى ان هو يقطع لشرايح، into small squares يبقى يقطع لمربعات صغيرة. slice into small squares. stirwell يعني يقلب جيدا، لما بتيجي تقلب اكل مثلا انت بتطهو ده اسمه stirwell، او ان انت تقلبه بشكل جيد. طبعا عندنا تاليا وسوزان الاثنين، في عندنا هنا قطعة كده جميلة قوي هنقراها مع بعض، وعايزكم بعد كده تبقوا تمشوا بايديكوا كده تعملوا تريس على الدوتس دي علشان تكتبوا الكلمات المش موجودة. فهنا بيقول لنا تاليا learns to love flapjacks، تاليا بتتعلم ازاي تحب فطيرة الشوفان. تاليا learns to love flapjacks. فبيقول لنا في الاول تاليا and Susan are good friends، تاليا وسوزان اصدقاء كويسين. تاليا is Egyptian، تاليا مصرية. and Susan is British، وسوزان بريطانية او انجليزية. their parents are friends، الوالدين بتاعهم بابا وماما بتاع كل واحدة فيهم اصدقاء للتانيين. two ايضا they talk together a lot، they talk together a lot هما بيكلموا بعض كتير. they are sad هما ما بيكونوش مبسوطين، بيكونوا حزينين. when they say goodbye لما بيقولوا مع السلامة، لما بيقولوا لبعض وداعا. one day يوم ما Talia and her mom، Talia ومامتها go to Susan's apartment، apartment اللي هي الشقة السكنية، راحوا لها الشقة بتاعتها، راحوا لها البيت بتاعها. Talia is excited، Talia كانت متحمسة. but she is a bit worried، لكن هي كانت قلقانة شوية. What is British food؟ ايه هو البريتش فود؟ ايه هو الاكل الانجليزي بتاع سوزان ومامتها؟ Does it taste good؟ هل يا ترى طعمه جيد؟ Susan says، سوزان بتقول please have some tea، لو سمحتوا تناولوا بعض الشاي. تاليا would you like a flapjack؟ تاليا تحبي تاخدي فطيرة الشوفان؟ هي بتسألها. my mom and I made them، أنا وماما عملنا الفلاب جاك ده، أو عملنا فطاير الشوفان الجميلة. Susan has a plate، سوزان معاها طبق مسطح. in her hands في إيديها. on the plate على الطبق المسطح ده there are big square cookies، في كوكيز أو كحك محلى كبير وشكله مربع. تاليا looks at the flapjacks، تاليا بصت على الفلابجاكس أو على فطاير الشوفان الموجودة في الطبق. سوزان I am very happy، أنا سعيدة جدا. you made them، إن أنت عملتيهم for me ليا. but what is a flapjack، لكن إيه هو الفلابجاك، إيه هي فطاير الشوفان؟ she asks، تاليا طبعا هي اللي بتسأل. Susan says، سوزان بتقول they are cookies، هو كعك محلى، هو كعك محلى. I make them with oats، أنا عملتهم من الشوفان، butter والزبدة، and honey والعسل. try a little، جربي القليل منها كده، دوقي بعض منها كده. تاليا's mom، مام التاليا excited too، كانت متحمسة أيضا. تاليا tries a flapjack، تاليا جربت الفلابجاك. it's delicious، هي لذيذة، طعمها لذيذ.
I love it. انا حبيتها. She says, هي بتقول كده. How do you make them? ازاي انتوا بتعملوهم؟ Susan says, Susan بتقول, It's very easy. هي سهلة جدا. Next time, المرة الجاية, you visit us, انت هتزورينا, we can make them together. احنا ممكن نعملهم مع بعض. Talia says, Talia بتقول, What a great idea. What a great idea. يا لها من فكرة رائعة. طبعا احنا محتاجين ان احنا نعمل reading لوحدينا يا اصحابي. زي ما قلنا احنا عملنا reading دلوقتي. نعمل pause وتقدروا ترجعوا الفيديو وتقروا لوحديكو كل جزء من الاجزاء دي. وبعدين تقدروا وبعدين لو في جزء وقف قدامكو شغلوا الفيديو وشوفوا احنا قريناه ازاي وارجعوا اقرأوه لوحدكو مرة تانية. Susan's recipe for flapjacks. وصفة سوزان لصنع فطاير الشوفان. Susan's recipe for flapjacks. واحنا طبعا عارفين ان الاس دي اس الملكية بتيجي بعد اي اسم بيكون قبلها apostrophe, واي حاجة بتيجي بعد الاسم ده بتكون ملكه او خاصة بيه. فسوزانز recipe يعني وصفة سوزان for flapjacks لصنع فطاير الشوفان. This is how Susan and her mom make flapjacks. دي الطريقة بتاعت سوزان ومامتها لصنع فطاير الشوفان. Melt the butter. Melt the butter ان احنا ندوب الزبدة, نسيح الزبدة. Sugar والسكر and honey والعسل. In a large pan, في طاسة كبيرة. Over low heat, على درجة حرارة منخفضة. Add oats, ضيف الشوفان and salt والملح. And then, ثم بعد ذلك, stir well, stir well, قلبهم بشكل جيد. Bake for 20 minutes, اخبزهم او حطهم في الفرن لمدة 20 دقيقة. When the flapjacks are cold, لما الفلابجاكس دي بتبرد, slice into small squares, قم بتقطيعها لمربعات صغيرة. وهنا كتب لنا الـ ingredients أو المكونات. قد إيه؟ 220 جرام أو 220 جرام باتر, 150 جرام براون شوجر, 150 جرام هوني, 440 جرام أوتس, 10 جرام سولت. طبعا دي المكونات. لو انتوا عايزين تجربوا الريسيبي دي او الوصفة دي في البيت تقدروا تعملوها, وهي المكونات قدامكو. طبعا عندنا part 2 في lesson 4 ليه دعوة بالفونكس. هو طبعا الفونكس او الصوتيات والنطق, وطبعا البرونانسيشن او النطق بتاع الكلمات والحروف. فهنا بيكلمنا عن الشورت vowels واللونج vowels. Short vowels, احنا عارفين حروف ال vowels كلنا اللي هم الخمس حروف, عارفينهم من ايام كيجي, ال A وال E وال I وال O وال U. وطبعا دول لازم نحفظهم زي اسمنا, زي ما احنا عارفين كلنا. ال short vowels او الحروف المتحركة اللي بيبقى نطقها نطق بسيط وصغير, زي مثلا لما بنيجي نقول كلمة bag. هنا ال A ده vowel او حرف من الحروف المتحركة قلناه على طول فقلنا bag, وده بيبقى نطقه بشكل سريع وبيبقى bag bag bag. وزي ال i مثلا في كلمة mix mix mix. وزي ال o في كلمة mum 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 يعني أم. أما ال long vowels أو النطق بتاع الحروف المتحركة بشكل طويل, طبعا ده بيكون ليه حالة هنا هنتكلم عنها, وهو لما يكون عندنا حرفين من حروف ال vowels بينهم حرف consonant أو حرف ساكن. زي مثلا في كلمة cake. cake هنا ال A vowel وال E vowel بينهم ال K ده حرف consonant أو حرف عادي أو حرف ساكن عادي. فهنا بنمط في نطق ال A فبنقول cake cake cake. وزي برضو في كلمة rice rice rice, ال I هنا مدينا فيها وقلنا rice. ليه؟ لأن هنا في ال I
بعدين السي وهو حرف كونسونانت، وفي الاخر اي اللي هي فاول برضو، فبنمد في اول حرف من حروف الفاولز وبنقول رايس رايس رايس، علشان كده اسمها لونج فاولز. وزي كمان كلمة نوز 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 يعني انف، هنا الاو فاول والاس كونسونانت والاي فاول، فبالتالي مدينا في حرف الاو زي ما قلنا من شوية وقلنا نوز نوز نوز، على عكس مثلا فرايس رايس رايس، مدينا في الاي قدامها ميكس عشان خاطر ما هي حرف فاول واحد اسمها شورت فاول تتنطق على طول، ونوز نوز نوز قدامها كلمة مام مام، ما مديناش في الاو هنا لان هي شورت فاول. لازم نكون عارفين الجزء ده يا اصحابي، وعارفين ان احنا لما يكون عندنا حرفين فاول بينهم حرف كونسونانت، الحرف الفاول الاولاني بنمد في نطقه شوية لان دي بتبقى حالة من حالات اللونج فاولز او نطق الحروف المتحركة بشكل طويل. عندنا في ملحوظة مهمة جدا عايزين ناخد بالنا منها كلنا، وهي ال R E ري ري، ال R E دي لما بنحطها قبل اي verb بتعني ان احنا بنعمل الحاجة دي مرة تانية، يعني مثلا لما اجي اقول do يعني يفعل، redo يعني يعيد الفعل، write يعني يكتب، rewrite يعني يعيد الكتابة، paint paint يعني يدهن، repaint repaint يعني يعيد الدهان. فهو بيقول لنا هنا مثلا he painted the room again بتساوي he repainted the room، الاثنين بنفس المعنى. he cleaned his bike again هو نظف العجلة بتاعته مرة تانية بتساوي he recleaned his bike هو أعاد تنظيف العجلة بتاعته. فلازم نعرف ري دي لما بنحطها قبل أي verb بتعني إن احنا بنعمل الحاجة دي مرة تانية. مهم جدا كمان يا أصحابي إن احنا ناخد بالنا من الجزء ده، هو جزء بسيط جدا في معلومات بسيطة خاصة بالماث، هي بعض الكلمات هي موجودة عندنا في منهج الماث بشكل موسع، وطبعا لو احنا بناخد حساب في المدرسة واحنا مدرسة عربي لازم نعرف الكلام ده، لان هو طبعا معلومات مهمة ولازم نحفظها. يعني ايه 100 يعني 100 100 يعني 100، thousand thousand يعني 1000، sign sign يعني علامة، ascending ascending يعني تصاعدي يعني من الصغير للكبير، numerical numerical يعني عددي، digits digits يعني الأرقام، identify this science identify this science تعرف على العلامات، greater than يعني أكبر من، less than يعني أصغر من، equal to يعني يساوي. احنا بس المفروض نحفظ الكلمات دي ونكون عارفينها كويس علشان هي معلومات قيمة ولازم نكون حافظين معناها وحافظين الكلمات دي كويس. وليسون 5 و 6 طبعا ده اخر جزء في درس النهاردة الريدنج، وهو ده اخر جزء في يونت 1 الريدنج بتاعه، هناخده بس ناخد الكلمات في الاول الكلمات الهامة. اول حاجة عندنا كلمة land land يعني ارض، land land يعني ارض، governorate governorate يعني محافظة، governorate governorate يعني محافظة، catch catch يعني يصطاد، famous famous يعني مشهور، life life يعني حياة، farmer farmer يعني فلاح. وطبعا في كلمات إضافية مهمة وخاصة بالدرس، دمياط دمياطة دمياطة يعني دمياط محافظة دمياط، wheat wheat يعني قمح wheat يعني قمح، lemon lemon يعني ليمون lemon، جوافة جوافة يعني جوافة، fisherman fisherman يعني صياد fisherman، goat goat يعني عنذة goat، cow cow يعني بقرة cow، million million يعني رقم المليون million،
part part يعني جزء، part cheese cheese يعني جبنة cheese، دمياتي دمياتي يعني دمياطي بمحافظة دمياط، people people يعني ناس people، live live يعني عيش live، sheep sheep يعني خروف أو خراف sheep، هي جمع ومفرد في نفس الوقت خروف أو خراف، thousands thousand thousand يعني رقم الألف thousand، rich in rich in يعني غني بي مليء بي rich in، وآخر حاجة الجزء بتاع reading وإن احنا نعمل trace على الدوتس بتاعت الكلمات الناقصة، وده آخر جزء النهاردة. food from Damietta Governorate، food الطعام من محافظة دمياط، food from Damietta Governorate الطعام من محافظة دمياط. فبيقول لنا هنا the land in Damietta Governorate، الأرض في محافظة دمياط، is rich in هي غنية ب nutrients nutrients العناصر الغذائية، the farmers المزارعين can grow rice ممكن يزرعوا الأرز، tomatoes الطماطم، potatoes potatoes البطاطس، wheat wheat القمح، lemons lemons الليمون، grapes grapes العنب، and guava and guava والجوافة، fishermen الصيادين، fishermen fishermen الصيادين، catch thousands of fish بيصطادوا آلاف من الأسماك، in the sea في البحر، cows الأبقار، goats الماعز goats الماعز، and sheep والخراف، live in Damietta Governorate بيعيشوا في محافظة دمياط. two أيضا، دمياطي cheese الجبنة الدمياطي، is very famous هي مشهورة جدا، about 1.5 million people حوالي مليون ونص من الناس، live in this part of Egypt عايشين في الجزء ده من مصر، life is good in Damietta الحياة جيدة في دمياط. طبعا الجزء ده عايزكوا تقروه تاني مرة تانية لوحديكوا، ولو في حاجة وقفت قدامكوا اعملوا بوز للفيديو شغلوه تاني، وبعدين شغلوه تاني وعرفوا احنا قريناه ازاي ونطقناه ازاي. اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة، المرة الجاية ان شاء الله هنبتدي نشرح يونت 2، والمهم ان انت تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 او الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هنحل مع بعض التدريبات اللي موجودة في كتاب المعاصر كونكت برايمري 4 على يونت 1 I feel good I feel good او انا اشعر بانني بخير. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حل التدريبات او ان احنا نحل general exercises on unit 1 ده بيخلي ان احنا نبقى متعودين على حل الاسئلة، لان احنا السنة دي زي ما احنا عارفين عندنا ان شاء الله في اكزام وفي تقييم لينا والدرجات بتاعتنا، فلازم نتعلم ان احنا نحل الاكسرسايزز المختلفة على المنهج اللي احنا بناخده. علشان كده هنحل الجنرال اكسرسايزز اللي موجودة على يونت 1 في كتاب المعاصر بتاع كونكت، هنحلها كلها مع بعض دلوقتي. اول سؤال بيقول لنا listen and write true true يعني صح،
or false. false يعني غلط. true صح, false غلط. فأول حاجة بيقول لنا the land in Demyata is rich in energy. the land أرض in Demyata في بتاعت محافظة دمياط is rich in energy, غنية بالطاقة. ده صح ولا غلط؟ طبعا احنا عرفنا ان هي غنية او rich in nutrients, غنية بالعناصر الغذائية, يبقى دي false. false يعني خطأ. the animals in Demyata are goats, cows and sheep. الانيمالز او الحيوانات in Demyata في محافظة دمياط are goats, cows and sheep. ده صح ولا غلط؟ ده true ولا false؟ شاطرين, طبعا ده true او صح, لان هي فعلا دي الانيمالز الموجودة هناك. The farmers grow watermelons, bananas, and grapes. المزارعين بيزرعوا watermelons البطيخ, bananas والموز, and grapes والعنب. ده true ولا false يا أصحابي؟ طبعا false, لأن هو قال لنا إن هم بيزرعوا فيها tomatoes والpotatoes والlemons والgrapes, مش الwatermelons والbanana والgrapes. فدي false زي ما احنا شايفين قدامنا. في number 2 بيقول لنا read and complete. read اقرأ and complete واكمل the text with word from the box. اكمل القطعة من بكلمة من الكلمات الموجودة في البوكس دي, اللي هي watch, football, practice, play. watch يعني يشاهد, football كرة القدم, practice يتدرب يتمرن, play play يعني يلعب. فهنا بيقول لنا في التكست دي او في القطعة دي I am in a wheelchair basketball team at school. wheelchair يعني كرسي بعجل, كرسي بعجل اللي هي بتاع اخواننا اللي ما بيقدروش يمشوا على رجليهم, اللي هو بتاع ذوي الاحتياجات الخاصة. فهنا بيقول لنا ان هو I am in a wheelchair basketball team at school. انا في فريق الباسكتبول اللي بيلعبوا هم قاعدين على wheelchair او على كرسي بعجل في المدرسة. We نقط 3 times every week. احنا نقط 3 times every week. يبقى المفروض احنا ايه, watch ولا football ولا practice ولا play؟ شاطرين, طبعا practice, احنا بنتدرب 3 مرات في الاسبوع, يبقى we practice 3 times every week. I drink cola, انا بشرب الكولا, but I want to drink more water. لكن انا عايز اشرب مية أكتر. I drink cola but I want to drink more water. I don't نقط video games because I am very busy. I don't المفروض بقى إيه, watch ولا football ولا play, video games because I am very busy. شاطرين, I don't play video games because I am very busy. أنا ما بلعبش ألعاب الفيديو لأن أنا مشغول جدا. I play basketball and I play نقط in the park. أنا بلعب الباسكتبول وبلعب إيه تاني في البارك في المتنزه. شاطرين, I play football in the park. يبقى هو بيلعب الباسكتبول وكمان الفوتبول in the park في المتنزه. طبعا لما نيجي نحل سؤال بالشكل ده, لو احنا مش عارفين نجيب الحل من اول مرة, فبنقرأ التكست كلها او القطعة كلها وبعدين نرجع نقراها تاني علشان نشوف السياق بتاع القطعة ماشي ازاي, ونشوف الكلمات المناسبة لكل نقط من النقط الموجودة عندنا. فمش لازم تحل النقط دي من اول مرة, انت ممكن تقرأ التكست كلها في الاول وبعدين تشوف الكلمات الكل كلمة مناسبة للمكان بتاعها فين بالظبط, علشان تقدر توصل للحل الصحيح بشكل كامل. في نمبر 3 بيقول لنا read and match. read يعني اقرأ, and match وصل A with B, العمود A بالعمود B. فبيقول لنا هنا في A the large intestine اللي هي الأمعاء الغليظة, ورقم 2 we chew food, احنا بنمضغ الطعام, وstay away, stay away يعني خليك بعيد أو يظل بعيدا. في العمود B بيقول لنا في نمبر A with our teeth from smoke is around the small intestine from vegetables.
اول حاجه بيقول لنا the large intestine، الامعاء الغليظه، هنقول with our teeth ولا from smoke ولا is around the small intestine ولا from vegetables. شاطرين. ال large intestine او الامعاء الغليظه is around the small intestine، هي او هي حول الامعاء الدقيقه زي ما خدنا في الدرس بتاع lesson 2 زي ما اخدنا في unit 1. طب تاني حاجه بيقول لنا we chew food، احنا بنمضغ الطعام with our teeth ولا from smoke ولا from vegetables. شاطرين. طبعا with our teeth او احنا بنمضغ الطعام باسناننا، يبقى we chew food with our teeth. طب تالت حاجه بيقول لنا stay away، خليك بعيد عن from smoke عن الدخان ولا from vegetables عن الخضروات. شاطرين. طبعا from smoke، stay away from smoke، خليك بعيد عن الدخان علشان تبقى صحتك كويسة. طب في نمبر 4 بيقول لنا read the passage، اقرأ القطعة and answer the questions، واجب على أسئلة. يبقى read the passage، اقرأ القطعة and answer the questions، واجب على أسئلة. We use our digestive system، احنا بنستخدم جهازنا الهضمي to digest what we eat، عشان نهضم الحاجات اللي احنا أكلناها. We put food in our mouths، احنا بنحط الطعام في افواهنا. We chew food with our teeth، احنا بنمضغ الطعام باسناننا. Then the food goes down the esophagus، بعدين الطعام بيتحرك وينزل ناحية المريء. It arrives in the stomach، بعدين الطعام بيوصل المعدة. In the stomach the food mixes with the gastric juice، gastric juice العصارة المعدية. The gastric juice العصارة المعدية changes the food، بتغير الطعام into a smaller form لأجزاء أصغر to get energy علشان نحصل على الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية. We need the energy and nutrients in our body، احنا بنحتاج الانرجي او الطاقة and nutrients والعناصر الغذائية in our body في جسمنا. فبيقول لنا بقى choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. The food goes down the heart ولا diaphragm ولا lungs ولا esophagus. المفروض ان الفود بيتحرك من الماوث داون لأنهي جزء من الأجزاء دي يا أصحابي؟ شاطرين. الإسافيجس أو المريء قبل ما يوصل الاستومك أو المعدة، يبقى the food goes down the esophagus، the esophagus للمريء. تاني حاجة we need the energy and نقط in our body، we need the energy and nutrients ولا fats ولا oils ولا carbohydrates. مفروض ان احنا بنحتاج الانرجي وايه in our body. شاطرين. nutrients، احنا بنحتاج الانرجي والنيوترينتس in our body. تالت حاجة we chew food with our، احنا بنمضغ الطعام with our ايه ears، ودنا ولا teeth اسناننا ولا hands ايدينا ولا nose انفنا. شاطرين. طبعا we chew food with our teeth، احنا بنمضغ الطعام باسناننا. تاني حاجة بيقول لنا answer the following question، اجب على الاسئلة التالية. Where does the food arrive؟ الطعام بيوصل لفين؟ Where does the food arrive؟ طبعا هو قايل لنا في التكست فوق it arrives stomach، it arrives اهو it arrives in the stomach، هو بيوصل للمعدة. تاني حاجة بيقول لنا what changes the food into a smaller form؟ ايه اللي بيفكك الطعام وبيغيره لأجزاء أصغر؟ هو قايل لنا برضو في التكست فوق the gastric juice العصارة المعدية changes the food into a smaller form، بغير الطعام لأجزاء أصغر. يبقى the gastric juice، the gastric juice أو العصارة المعدية. طب يقول لنا في number 5 read، اقرأ order رتب and write، واكتب. أول حاجة water، بعدين drink، بعدين off، بعدين plenty، plenty الكثير من. يبقى المفروض هنا هنرتبها نكتب ايه هنا؟ شاطرين. drink plenty of water، drink اشرب plenty of water الكثير من الماء، drink plenty
plenty of water. اشرب الكثير من الماء. طب number two, read it. يعني أعاد عمل homework الواجب المنزلي. She هي هير ملكها. مفروض هنقول ايه؟ هو طبعا مدينا الكلمة البينك دي اللي تحتيها underline دي بتبقى في اول الجملة اللي احنا هنكتبها. يبقى المفروض ايه؟ She readed her homework. هي اعادت عمل واجبها المنزلي. She readed her homework. هي اعادت عمل الواجب بتاعها. طب هنا في number 3 بيقول لنا do what farmers in produce ينتج دمياطا. دمياطا محافظة دمياط. طبعا واضح ان احنا هنكتب what في اول السؤال. يبقى هنقول ايه هنا يا اصحابي شاطرين؟ هنقول what do farmers produce in Damietta. المزارعين بينتجوا ايه في محافظة دمياط؟ what do farmers produce in Damietta. what do farmers produce in Damietta. المزارعين بينتجوا ايه في محافظة دمياط؟ في number 6 بيقول لنا choose the correct answer from A, B, C or D. We use our respiratory system when we احنا بنستخدم ال respiratory system او الجهاز التنفسي عندما eat ناكل digest نهدم breathe نتنفس push ندفع. We use our respiratory system when we respiratory system الجهاز التنفسي when we ايه يا اصحابي شاطرين؟ breathe يعني يتنفس. يبقى we use our respiratory system when we breathe. طب في number 2 بيقول لنا I want to eat pizza. انا عايز اكل بيتزا. or او but لكن so لذلك because لان it isn't healthy. It isn't healthy. هي غير صحية. يبقى I want to eat pizza. بعدين هنقول ايه بقى في النص شاطرين؟ هنقول but I want to eat pizza but it isn't healthy. لكنها غير صحية. I want to eat pizza but it isn't healthy. لكنها غير صحية. دمياطا is famous. محافظة دمياط is famous. هي مشهورة ب for ولا for ولا from ولا with ولا to دمياطي cheese. دمياطي cheese جبنة دمياطي. احنا قلنا مشهور ب اسمها ايه؟ famous ايه شاطرين؟ famous for. يبقى دمياطا is famous for. هي مشهورة ب دمياطي cheese جبنة دمياطي. وفي number 4 بيقول لنا Egyptian farmers المزارعين المصريين نقط chickens give ولا play ولا raise ولا build. المفروض هم بيعملوا ايه شاطرين؟ طبعا Egyptian farmers raise بيربوا chickens الدجاج. في عندنا كمان سؤال اسمه punctuate the following sentence. ضع علامات الترقيم للجملة الآتية. punctuate يعني يحط علامات الترقيم. احنا عندنا طبعا في حلقة كاملة مفصلة على القناة بتاعت punctuation marks او علامات الترقيم. لازم تتفرجوا عليها وتشوفوها. مهمة جدا جدا بالنسبة لكم. هتعرفوا تحطوا علامة الترقيم عاملة ازاي في كل جملة. فهنا بيقول لنا Susan is British. Susan is British. Susan بريطانية. نحط هنا ايه في اخر الجملة شاطرين؟ هنحط فول ستوب او نقطة لان هي جملة خبرية عادية. فهنحط فيها فول ستوب. فهنحط اخرها فول ستوب. واخر حاجة بيقول لنا write a paragraph of three sentences. اكتب paragraph او قطعة من ثلاث جمل about 18 words عبارة عن 18 كلمة using the following guiding elements مستخدما الguiding elements او العناصر الارشادية الموجودة هنا. الguiding words هي ايه؟ plays basketball plenty of water fruit and vegetables. plays basketball يعني بنلعب basketball plenty of water الكثير من الماء fruits and vegetables الخضروات الفاكهة والخضروات. وهنا being healthy بتكون
بصحة جيدة، ومدينا صورة فيها 3 من البنات بيلعبوا الباسكت بول. فالمفروض هنكتب باراجراف عبارة عن 18 كلمة أو 18 words ومتكون من 3 جمل. فمفروض ممكن نقول مثلا ايه: I play basketball، أنا بلعب الباسكتبول. And I drink a plenty of water، وأنا بشرب الكثير من الماء. And I eat fruits and vegetables، وأنا بأكل الخضروات والفاكهة. دي مثلا ده باراجراف بيتكون من 3 sentences أو من حوالي 18 words. ممكن تكتبوا انتوا برضو الباراجراف الخاص بيكو. أنا سايب لكم الحتة دي كأنها هوم وورك، تقدروا تكتبوها بسهولة. وبكده نكون أنهينا حل الأسئلة الموجودة في كتاب المعاصر على يونت 1. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل شرح يونت 2، وفي الآخر هنحل الأسئلة الخاصة بيها كمان. وفي الختام أتمنى إن أنت تكون استفدت من درس النهاردة. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.